الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد، كما هي في شؤون الخلق لكل بداية نهاية، وكمثال تكبيرة الإحرام ركن وجلسة التشهد ركن، فالبداية مثل النهاية، وهذه الجلسة إن شاء الله تعالى تكون جلسة ختامية كختام المسك. الأساتذة الأفاضل، شكرا لصبركم وحضوركم هذه الجلسات، نسأل الله تعالى أن تكون هذه الجلسة خفيفة على الجميع. يعد ابن خلدون من أبرز الذين كان لهم الدور في تجديد علم التاريخ، ولا سيما الربط بين علم الاجتماع والتاريخ، ونظرياته اعتمدها من جاء من بعده من الدارسين. ابن خلدون الذي ظهر في القرن الثامن الهجري نجده ينتقد من سبقه من أهل التاريخ من المؤرخين، واصفا إياهم بالنص بالتقليد والغفلة، ويعلل ذلك بأنهم بحسب رأيه اقتصروا على ذكر أنساب الملوك وأبنائهم ونسائهم ونقوش خواتمهم إلى ذلك. لذلك هو يدعو إلى تجريد التاريخ من منطلق شمولي. أمام هذه الدعوة نرى في هذا العصر وكثير من العلوم كذلك تحت لافتة ودعوة التجريد من يريد أن يلغي هذا التاريخ ويحرفه عن مساره كما في بقية العلوم. جلستنا هذه مخصصة للتجديد في دراسات التاريخ والحضارة، ولدينا ثلاثة بحوث ستقدم أو ستعرض في هذه الجلسة، هي بحث للدكتور الأستاذ الدكتور عماد الدين خليل، وبحث للأستاذ الدكتور إدهام حنش، و بحث للأستاذ الدكتور فرست مرعي. نبدأ أولى هذه البحوث مع بحث أستاذنا الأستاذ الدكتور عماد الدين خليل، الذي حالت الظروف عن أو منعته من الحضور، لكنه أرسل بحثه وخولنا بقراءته، وسيقوم الأستاذ معاذ البدري مشكورا بعرض بحث الأستاذ الدكتور عماد الدين خليل، وهو غني عن التعريف، لكن من باب ضروريات المؤتمرات وعادتها نقول أن أستاذنا الدكتور عماد الدين خليل قد نال شهادة البكالوريوس من جامعة بغداد في الآداب سنة 1962 ميلادية، ثم حصل على شهادة الماجستير في التاريخ الإسلامي كذلك من جامعة بغداد في عام 1965، ثم الدكتوراه في التاريخ الإسلامي من جامعة عين شمس سنة 1968. مؤلفاته كثيرة جدا، ولكن ربما نقول من أبرزها أنه في كتب التاريخ والأدب وغيره المسرح، وله في الكتب في المسرح والقصة والشعر كثيرة جدا، ودراسات نقدية عديدة للأسف لم تكتب أي مثال على ذلك، لكنها هي عديدة وكثيرة جدا. ندعو الأستاذ معاذ البدري لقراءة بحث الأستاذ الدكتور عماد الدين خليل الذي عنونه بضرورات الفقه الحضاري، فليتفضل مشكورا مأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية شكرا جزيلا دكتور عبد الحميد العاني رئيس هذه الجلسة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد كلفني الإخوة القائمون على إدارة هذا المؤتمر بالنيابة عن الأستاذ الدكتور عماد الدين خليل لقراءة بحث بعنوان ضرورات الفقه الحضاري. يقول الدكتور وننقل عنه وبالله التوفيق: لا ريب في أن الفقه المقاصدي المنضبط بأصوله العقدية والتشريعية
من مثل المصالح المرسلة، درء المفاسد، فقه الموازين وفقه الواقع ومطالبه الضاغطة، ليمثل في الحقيقة السقف الأعلى لمعطياتنا الفقهية التي تسعى لتنزيل كلمة الله وتعاليمه جل في علاه إلى مياوماتنا وممارساتنا ومؤسساتنا وأنشطتنا كافة، لحظة بلحظة ويوما بيوم، وتستجيب للتحديات التي تجابه الأمة الإسلامية صباح مساء، تضع النقاط على الحروف وترسم معالم الطريق. أفلا يحتم علينا أن نضيف إلى هذا كله الفقه الحضاري، ذلك الذي يعنى بعوامل وشروط وانبعاث ونهوض الأمم والدول والحضارات، وعوامل انكسارها وتفتتها وخروجها من التاريخ، والذي يتابع مطالب وشروط الاستجابة للحظة التاريخية وتغيير صيغ هذه الاستجابات وفق ما تتطلبه اللحظة. هذا إلى أننا في عصر ما يسمى بالنظام العالمي الجديد، والعولمة التي حولت العالم إلى قرية صغيرة لتناقل المعلومات والمؤثرات، في عصر ما يسمى بحوار الحضارات وصراع الحضارات وتلاقح الحضارات وضرورات الانفتاح الحضاري على الآخر، وتحديات النظريات الأكثر حداثة من مثل نظرية نهاية التاريخ وصراع الحضارات، فلا بد أن يكون المسلم على وعي تام بقوانين الحركة التاريخية التي ترفع وتخفض، لكي يكون على بينة من الأمر، وهو يجتاز في زمننا هذا شبكة هائلة من الانكسارات والعقبات والمتاريس. في عدد من مؤلفاتي المتواضعة قدمت العديد من مفردات الموضوع، من مثل مدخل إلى الحضارة الإسلامية وأصول تشكيل العقل المسلم ودراسات قرآنية ومحاضرات في التاريخ والحضارة والتفسير الإسلامي للتاريخ ودليل التاريخ والحضارة في الأحاديث النبوية وآيات قرآنية تطل على العصر وأحاديث نبوية تطل على العصر وملامح الانقلاب الإسلامي في خلافة عمر بن عبد العزيز ونور الدين محمود وتجربته الإسلامية وغيرها. وآخرون غيري من المفكرين الإسلاميين كتبوا الكثير في هذا السياق، من مثل الدكتور يوسف القرضاوي والدكتور محمد عمارة والشيخ محمد الغزالي، وبخاصة في العقدين الأخيرين. هذا فضلاً عن جملة قيمة من رسائل الماجستير وأطروحات الدكتوراه. لكن ما نحن في حاجة إليه أن تقوم يد فقيه أو مجموعة من الفقهاء المتمرسين بالفقه المقاصدي بلم هذا كله في سياق الفقه الحضاري الذي لا يقل أهمية بحال من الأحوال عن كل سياقات الفقه المقاصدي الأخرى التي أشبعت بحثا والتي تنتظر المزيد. أيها الإخوة الكرام، إن علينا في ضوء هذا كله بأن لا نتعامل بالمسطرة الصارمة مع الوقائع والمستجدات والتحديات، أن نستجيب بدلاً من ذلك لمطالب اللحظة التاريخية، أن نفتح آذاننا التي غطاها الشمع الأحمر على هذه المطالب فنمارس ما تتطلبه بالتحديد، بدلاً من أن نضرب ذات اليمين وذات الشمال على غير هدى. فحينما كانت اللحظة التاريخية تتطلب نشاطاً تربوياً هادئاً أدرنا ظهورنا باتجاه العمل الجهادي، وحينما تطلب الأمر وعياً سياسياً أدرنا ظهورنا باتجاه الوعظ والتعليم، وحينما تطلب الأمر الابتعاد عن فكرة إقامة الدولة بسبب عنف التحديات الدولية وكونها فوق الطاقة أدرنا ظهورنا لهذه التحديات التي تجابهنا، واقتحمنا الميدان ونحن لا نملك البرامج ولا القدرات على اجتياز المطلوب، فسقطنا وتهشمت عظامنا. وهذا لم نعد نعرف على وجه اليقين ما تتطلبه اللحظة التاريخية، فضعنا. وكان علينا أن نتعلم من رسولنا المعلم عليه أفضل الصلاة والسلام، الذي كان بفقهه النبوي العميق يعرف كيف يتعامل مع كل حالة بما تتطلبه تماماً، صبراً على تحمل الأذى وعملاً سرياً وكف الأيدي عن رفع السلاح وجهاداً بالسيف
وبناء لجبهة المقاومة التي تضم المسلمين إلى جانب خصومهم من اليهود والأعراب، وتصالحا مع المشركين، ونشاطا دبلوماسيا، وانصرافا إلى بناء الإنسان المسلم بالعقيدة والدولة الإسلامية بالشريعة. لقد كانت إحدى مقاتل الحركات الإسلامية في العصر الحديث هي غياب هذا المنظور وإقفال العقول والقلوب عن مطالب اللحظة التاريخية وطبيعة تحدياتها. لقد نزفنا عبر هذا التخبط كثيرا، وآن لنا أن نوقف هذا النزيف. ولا بد إذن من تفعيل الفقه في مستوياته العليا، وعدم الانكفاء على فقه الأقضية العابرة والنوازل السريعة. إن هذه المستويات العليا في التعامل مع فقهنا الخصب بفضائه الواسع وسمائه الكبيرة هي التي تعرف كيف تقودنا في اللحظات الراهنة عبر سبل الخلاص والقدرة على تفعيل الدعوة بأقصى وتائرها من التأثير والإنجاز. إن علينا أن نعمل ونواصل العمل في أقصى وتائره، العقل في أقصى حدود الاحتمال، إذا استعرنا عبارة الكاتب الإنجليزي هربرت جورج ويلز، دون أن ننتظر نتيجة حصادنا في الدنيا. فحتى رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يطلب منه ذلك، فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون. وهذا يعطينا الحافز لعدم اليأس والاستسلام والقعود، وللتشمير عن ساعد الجد بانتظار الثمار الخصبة الواعدة يوم الحساب. إن الإنسان المسلم هو مشروع دائم للصعود إلى أعلى عبر محطات الإسلام فالإيمان فالتقوى فالإحسان، هنالك حيث يؤدى كل عمل بأقصى وتائر الإبداع والإحسان، وحيث تصير العبادة الإسلامية مشروعاً حضارياً وليس مجرد وظيفة طقوسية أو شعائرية، حيث يغدو كل عمل يبتغي وجه الله عبادة يتقرب بها الإنسان إلى خالقه جل في علاه. والجهاد في ديننا ليس بالضرورة أن يأخذ نسقاً واحداً مهما تغيرت الظروف وتبدلت الموازين، ولا بد إذن من إيجاد سبل جديدة في تعاملنا مع الآخر، فهي في كل الأحوال تعبر عن رغبتنا الأكيدة في نشر هذا الدين والدعوة إليه والجهاد في سبيله والتحقق بقيمه العليا في تحرير الإنسان من تسلط الكهنة والوضاعين وكسر الأغلال عن عنقه ويديه. فها هي السبيل الذي تلزمنا باعتماده متغيرات العصر أن ندخل عليهم بفكرنا بعقيدتنا وبمشروعنا الحضاري الذي يقول عنه الغربيون أنفسهم فلاسفة ومفكرون وساسة وإعلاميون وأدباء ورياضيون بأنه يمثل عبر اللحظات الراهنة ضرورة من ضرورات المشاركة في إعادة صياغة المصير البشري الذي يتعرض للاختناق. إننا ها هنا يجب أن نكون الفرسان الذين يعرفون كيف يبحثون عن الطريق وكيف يصيبون الأهداف وكيف يدخلون على الآخر بعيداً عن جلبة السلاح وقرقعة المدافع والمتفجرات والصواريخ وأزيز الطائرات، وإنما بدعوته بالكلمة المضيئة، بالجدل بالتي هي أحسن، وبالموعظة الحسنة، وبتقديم الشاهد الفعال بسلوكنا على ما يمكن أن يجلبه عليهم الانتماء إلى هذا الدين من أمن وتوحد وسعادة واطمئنان. إن آخر الإحصاءات التي تعرضها الشاشات الفضائية يوماً بعد يوم تقول بأن 10% من أبناء الشعب الأمريكي يعانون من حالات الاكتئاب المركزة التي تقود البعض إلى إدمان المغيبات، وتقود بعضهم الآخر إلى الانتحار، وأن اليابان مثلاً خصصت لعام واحد وهو العام 2011 مبلغاً قدره 30 مليار دولار لملاحقة حالات الاكتئاب والانتحار في الساحة اليابانية. وإن التوجه الجماعي لإدمان المغيبات وحبوب الهلوسة والهيروين إلى آخره قد أخذت بالازدياد بشكل مروع ونزلت إلى مستوى مدارس الإعداديات والمتوسطات، ومعروفة نسب الانتحار المتزايدة في دول لا تقل تقدماً ورفاهية عن أمريكا واليابان
مثل السويدي والنرويج، فما الذي يدل عليه هذا سوى أن الحياة الغربية تتجه وفق معادلة معكوسة نحو أنفاق مظلمة مترعة بالتعاسة والشقاء قبالة المزيد من التفوق في الخدمات ووسائل الترفيه؟ ألا يتطلب هذا كله أن ندخل عليهم بمشروعنا الحضاري في محاولة منا ليس فقط في تحقيق كسب لهذا الدين، وإنما من خلال ذلك التحقق بالكسب الأكبر في تخليص البشرية مما تعانيه، وفي فتح النوافذ والأبواب أمامها للخروج إلى الفضاء الواسع والسماء الكبيرة التي جاء هذا الدين لكي ينقل الناس إليها. فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إن حيثيات المشروع الحضاري وتأسيساته قائمة بين أيدينا في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بكل مفرداتها، وليس علينا سوى أن نستفرغ الجهد في إدراكها والتحقق بمطالبها من أجل استعادة دورنا الضائع في العالم. فهنالك عرض قرآني للقوانين والسنن التاريخية التي تتحكم في نشوء الدول والحضارات وازدهارها وفي تدهورها وسقوطها، وهناك جملة من المبادئ القرآنية التي تدحض نظرية التاريخ أو التي تدحض نظرية نهاية التاريخ كالتداول، وتلك الأيام نداولها بين الناس، والتدافع، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، والتغاير، ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. وهنالك شبكة أخرى من التأسيسات القرآنية بخصوص بداية الخلق الكوني وصيرورته وتناميه وانكماشه تدحض النظرية الماركسية، وهنالك عروض قرآنية مع التأسيسات المحتومة للنقلات الكبرى التي جاء بها هذا الدين، النقلة التصورية الاعتقادية والنقلة المعرفية والنقلة المنهجية بشعبها الثلاث، التسخير والاستخلاف والاستعمار بدلالته اللغوية والاصطلاحية. فنحن أمة سخر لنا هذا العالم الذي استخلفنا عليه لكي نبنيه ونعمره من أجل أن يكون البيئة الملائمة لعبادة الله، وليس بالمفهوم الطقوسي أو الشعائري، وإنما بالمفهوم الحضاري، حيث تصير كل فاعلية يبتغى بها وجه الله عبادة وصلاة وصياما. هناك إنجازات عصر الرسالة التي أرست التوحيد في مواجهة الشرك والتعدد، والوحدة في مواجهة التجزؤ، والدولة في مواجهة القبيلة، والتشريع في مواجهة العرف، والمؤسسة في مواجهة التقاليد، والأمة في مواجهة العشيرة، والإصلاح والإعمار في مواجهة التخريب والإفساد، والمنهج في مواجهة الفوضى والخرافة والظن والهوى، والمعرفة في مواجهة الجهل والأمية، والإنسان المسلم الجديد الملتزم بمنظومة القيم الخلقية والسلوكية المتجذرة في العقيدة في مواجهة الجاهلي المتمرس على الفوضى والتسيب وتجاوز الضوابط وكراهية النظام. هذا إلى أن آيات القرآن الكريم وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعاليمه أرسلت جملة من القيم المنهجية وآليات العمل التي مهدت للمتغيرات العشرة آنفة الذكر، ودعمتها ووضعت إلى جانبها شبكة من الشروط هيئت المناخ الملائم للفعل الحضاري. ومن بين تلك القيم والآليات المعرفة، وهي حجر الزاوية، والنزوع إلى الأمام، والتحذير من هدر الطاقة، ومبدأ الاستخلاف، ومبدأ التسخير، والتحفيز على العمل والإبداع، ومجابهة التخريب والإفساد، والتوازن بين الأضداد والثنائيات وتوحدها، والتناغم مع الطبيعة والعالم والكون، فضلاً عن تحرير الإنسان والجماعات والشعوب على المستويات كافة. وغير هذه وتلك الكثير من المفردات والتأسيسات التي صنعت حضارة الأمة زمن ازدهارها، وأعطت مشروعها الحضاري الذي سادت به العالم لقرون عديدة، وهي قديرة على أن تعيد الدور نفسه
فقط إذا أحسنت التقاطها وكسرت الران الذي أحاط بعقولها وقلوبها وفتحت بصائرها وأسماعها جيدا على ما أراد كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أن تقوم به إذا أرادت أن يكون لها مكان على خرائط العالم. وليس هذا فحسب، بل أن تمد أيديها لانتشال البشرية من النقر العميقة التي تتخبط فيها والتي ستزداد هوتها اتساعاً وعمقاً كلما مرت السنين وتعاقبت القرون. أكتفي بهذا القدر، وشكراً لكم على حسن استماعكم. شكراً للأستاذ معاذ على هذا العرض الجميل للبحث الرائع لأستاذنا الدكتور عماد الدين خليل. ولا أريد الإطالة، لكن فقط للتأكيد اللي هو يدعو مجموعة من الفقهاء لإنتاج الفقه الحضاري لإنقاذ البشرية، ووضع في ختام الورقة التي قرأناها فقط من باب التذكير عددا من القيم والآليات التي لا بد من الانتباه لها، وهي في 10 قيم، منها المعرفة، النزوع إلى الأمام، التحذير من هذه الطاقات، مراعاة مبدأي الاستخلاف والتسخير، التحفيز على العمل والإبداع، إلى غيرها من الأمور التي تراعى. فوضع خطة عمل وقيم تكون هادية لمن ينتج مثل هذا المشروع الذي نحن أو البشرية بحاجة إليه، وخير من يقوم به هي الحضارة الإسلامية، وهذا دور يعني ملقى على عاتق الأمة اليوم. نسأل الله تعالى أن يمكن لهم إنتاج مثل هذا الأمر. ننتقل إلى الورقة الثانية للأستاذ الدكتور إدهام محمد حنش، الذي تخرج من كلية الآداب بكالوريوس ترجمة، وحصل على الماجستير في المخطوطات والوثائق التاريخية، ثم الدكتوراه في التراث الفكري والعملي. له العديد من البحوث والكتب والمؤلفات، وشغل العديد من الوظائف، وهو الآن عميد كلية العمارة والفنون الإسلامية. من أبرز كتبه نظرية الفن الإسلامي، وهو باللغتين العربية والإنجليزية. ومن كتبه أيضا المصطلح الفني في الخط العربي، تاريخه ومعجمته، وهو موجود الآن من في معرض إصدارات دار البصائر في خارج القاعة. يتفضل الدكتور إدهام لتقديم ورقته التي هي تحمل عنوان التماهي الجميل، فلسفة الفن ومقاصد الشريعة، فليتفضل مذكرا بأن لا يتجاوز 20 دقيقة. وفاتني أن أشكر الأستاذ معاذ الذي أنجز الورقة قبل 20 دقيقة من غير أن ننبهه. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الخلق وخاتم المرسلين، وبعد. مداخلتي المتواضعة بعنوان التماهي الجميل، فلسفة الفن ومقاصد الشريعة. وسيكون بحثي المتواضع هذا تطبيقا أكثر منه تنظيرا، لأنه يأتي في سلسلة أبحاث عديدة أنجزتها بحمد الله وعونه في هذا المجال، كانت تركز على التنظير في هذا المجال، وتعتمد مبدأ التأصيل المعرفي لبنية الفن الإسلامي في ضوء مقاصد الشريعة. من المسائل المهمة جداً فيما يتعلق بالفن الإسلامي هو مسألة المفهوم والتعريف، وهذه إشكالية كبيرة، لأن مفهوم الفن الإسلامي هو صناعة غربية بامتياز،
ليس لنا شأن أو دخل أو عمل أو إنجاز فيه. الموضوع كله بامتياز هو اختراع غربي استشراقي بامتياز، وعليه لابد أن يكون لنا نظر في هذا الأمر باعتباره يخصنا، يعني فكراً وعملاً. وأقترح في هذا الجانب تعريفاً ربما يقوم على أن الفن هو عبارة عن وحي، وعن وحي اسمحوا لي يعني إلهي، وإبداع إنساني. وأخلص إلى أن الوحي معروف لديكم، ولكن أستعين بكلمة علي عزة بيجوفيتش التي تتكلم عن الصلاة بوصفها طريقة لتنظيم العالم وتنظيم الحياة، وأدخل إلى مفهوم الفن الإسلامي من وجهة نظر إسلامية على الأقل، وليس من وجهة نظر استشراقية. فأجد أن أفضل تعريف يمكن أن نقدمه لمفهوم الفن الإسلامي هو أنه معرفة جمالية عملية، طبعاً هو إبداع عملي مركبة، وهذه المعرفة العملية مركبة من علوم عديدة كما ترون أمامكم: علوم الفكر والهندسة الجيومتري والعمل اليدوي والتقنية والصورة الأخيرة. أي أن الفن الإسلامي يقوم على علوم الإبداع والجمال والصناعة والعمران، ويمكن توصيف هذه العلوم وتعريفها وتصنيفها على النحو الآتي: علوم تؤسس لبنية الفن الإسلامي كالهندسة الشكلانية والموسيقى الحركة والإيقاع والمناظر أو ما يسمى بالبصريات. علوم أخرى هي تكون، إذا اسمحوا لي، الأولى تؤسس، تعمل الأرضية التأسيسية، الثانية تكون ماهية الفن الإسلامي كعلم الجمال الإسلامي وفلسفة الفن الإسلامي وعلم عناصر الفن الإسلامي والنقد الفني الإسلامي. علوم ثالثة تؤصل لهوية الفن الإسلامي وطبيعته العمرانية كعلوم الدين بشكل عام، كل علوم الدين نستعين بها، وعلوم الثقافة الإسلامية وعلوم النفس وعلوم الاجتماع. علوم رابعة تساعد في تهذيب الفن الإسلامي وترقية خطابه الجمالي كالرياضيات والفيزياء والكيمياء وغيرها من العلوم الصرفة والتطبيقية التي غالباً ما تدخل في صناعة مواد الفن الإسلامي وآلاته وأدواته وتقنياته وتصميماته على نحو أسرع وأفضل وأجود وأجمل. هذه العلوم كلها لا نستطيع الآن أن نبحثها، لكن سنأخذ فقط ما يتعلق بمقاصد الشريعة. كيف يمكن أن تكون مقاصد الشريعة عنصراً تأصيلياً من عناصر بنية الفن الإسلامي؟ كيف نقول لهذا الفن هو إسلامي؟ ليس على مستوى النظرية كما قلت لكم، إنما على مستوى التطبيق. ولعل أكثر علوم الفن الإسلامي أهمية ثقافية في إظهار صورة الفن الإسلامي وهويته في إطار العمران بوصفه مقصداً من مقاصد الشريعة هو الفقه وأصوله الخاصة، هذه أصول الفقه بالتأصيل المعرفي والتكييف المنهجي والتوظيف المقاصدي لكل ما يتعلق بهذا الفن من المفاهيم والنظريات
والأعمال والتقنيات والأساليب والأشكال والمواد والخامات وغير ذلك مما يمكن أن نسميه فقه الفن الإسلامي، حيث يجمع هذا الفقه فيما بين فلسفة الفن ونظرياته الإبداعية ومقاصد الشريعة وغاياتها العمرانية. على مستوى النظرية يذهب بعض فلاسفة الفن التقليدي إلى أن للفن الإسلامي ثلاثة أبعاد، هي الظاهر والباطن والروح. ظاهر الفن الإسلامي يتمثل في الشكل، يتمثل في الشكل الخارجي لأي عمل فني، قد يكون هذا العمل عمارة بنيان، قد يكون هذا العمارة أفريز يكتب على الجدران، قد يكون هذا العمل الفني لوحة فنية كالحلية وغيرها. باطن الفن الإسلامي لا شك يقوم على مجموعة من العلاقات التي تؤصل لهذا الفن بعلم الجمال الإسلامي وفلسفة الفن الإسلامي. أما روح الفن الإسلامي فهي السر أو الكنه الماورائي المتصل بالحقيقة المطلقة التي غالباً ما ندرك حضورها الفطري بقوة رمزية فاضلة في البنيات الوجدانية العميقة والبنيات الطبيعية السطحية للأشياء كلها، هي جزء من قانون عام. على فكرة في هذا المجال اسمحوا لي دقيقة واحدة، النظرية الرئيسية التي تشتغل على الفنون بشكل عام هي نظرية أرسطو للمحاكاة. المسلمون قدموا تصحيحات كثيرة على مجمل النظريات الفلسفية ومنها النظريات المتعلقة بالجمال والفن، ومن هذه النظريات التي قدم المسلمون تصحيحات عليها هي نظرية المحاكاة. المحاكاة الغربية محاكاة كمية ظاهرية واقعية مادية حسية، في حين أن نظرية المحاكاة الإسلامية هي نظرية كيفية تتعلق بالنظام الذي يقوم عليه الوجود بأكمله على مستوى الإنشاء وعلى مستوى التحليل، على مستوى التركيب وعلى مستوى التحليل، وليس هذا مجال للتفصيل في هذا الأمر. ما يسمى بالنص الخطي أو مصطلح النص الخطي، النص مهم جداً في الخط، جداً النص الخطي مهم جداً، نصف النص بأنه خطي تمييزاً له عن النصوص الأخرى، عن النصوص الأخرى. وكلمة خطي أو كاليغرافي يعني كاليغرافي يتعلق بأنه يكتب بالتجويد والتحسين. فالنص أولاً وهو يتعلق ببعد المضمون في الفن. العنصر الثاني هو الصورة الخطية، والصورة الخطية كما تعرفون تتعلق ببعد الشكل. أما الروح المقاصدية التي يقوم عليها أو تربط فيما بين البعد الشكلي وبعد المضمون فهي فالروح المقاصدية سنجدها في بعدين. البعد الأول ما نسميه أو ما نسميه المقاصد الجمالية. المقاصد الجمالية هي غير المقاصد اسمحوا لي أو هي الوجه الآخر من المقاصد الشرعية. المقاصد اعتدنا نحن في الدراسات الفقهية والشرعية على أن نذهب إلى المقاصد على أنها هي مقاصد دينية شرعية أخلاقية تتعلق بالنوايا والمعاني والمضامين، لا تلتزم لا بالشكل ولا بالصورة ولا بالهيئة، إن الله لا ينظر إلى
صوركم وأشكالكم، ولكن ينظر إلى، وأنتم أساتذتي أفضل مني في هذا الموضوع، أنا لا أعرف هذا الأمر. إذن المقاصد الأولى هي المقاصد الجمالية، ونقصد بالمقاصد الجمالية هي مقاصد تتعلق بالشكل، والمقاصد الثانية هي المقاصد العمرانية التي تتعلق بعموم العمران. استعراض بسيط للمقاصد بشكل عام، سنجد أن الفقهاء والعلماء والباحثين درجوا على تصنيف المقاصد مرجعياً إلى القرآن الكريم، فقالوا بمقاصد القرآن الثلاثة اللي هي التوحيد والتزكية والعمران، وإلى الشريعة الإسلامية فقال الشاطبي العظيم والعظمة لله بالضروريات والحاجيات والتحسينات. وهناك من طرح مقاصد أخرى تتعلق بالقيم مثلا، فقال بأن مقاصد القيم هي الغاية وتتعلق بقيمة الحق، والوسيلة وتتعلق بقيمة الخير، والطريقة وتتعلق بقيمة الجمال. من هنا سنركز على أن المقاصد القيمية ثلاثة، هي المقاصد الحقانية، وترتبط طبعا بالمقاصد الحقانية المنطق، اللغة والمنطق وإلى آخره، والمقاصد الخيرية والمقاصد الجمالية التي تقوم على الإحسان، تقوم على الإحسان بوصفه تعبيراً عن العلاقة العضوية الحميمة فيما بين الثلاثية الفلسفية للفن الإسلامي، الظاهر والباطن والروح، وبين خليك على مقاصد البصر، وبين الثلاثية الفقهية المقاصدية، الضروريات والحاجيات والتحسينات. ما هو الإحسان؟ الإحسان مصدر أحسن يحسن إحسانا، وهو مشتق من الحسن أي الجمال وما وراء الجمال، ويطلق في اللغة على الإتقان والإيجاد، إذا أجاد الشيء فهو محسن فيه، وإذا أتقن الشيء فهو محسن فيه. فالإحسان هو فعل الشيء وإتقانه الواجب، ولذلك فقد سمي ما يتحرى الإنسان من أحسن الطرائق إحساناً، فالإحسان هو أحسن الطرائق في العمل. والإحسان كما تعرفون هو مرتبة عليا من مراتب العلاقة الإنسانية مع الله سبحانه وتعالى، بل هو أعلى مراتب الدين. عفواً خلاص تمام. تمام، ما في مشكلة. إذن نتجاوز الإحسان ونذهب إلى النوعين الذي تحدثنا عنهم من المقاصد الجمالية. هناك مقاصد جمالية تطبيقية نراها في الفن، وهي تكون تمثل العلاقة ما بين علم عناصر الفن وفلسفة الفن وما بين مقاصد الشريعة. من مقاصد الشريعة والمقاصد التي نقصدها هنا المقاصد، مقاصد البصر الجمالية هي المقاصد الضرورية. لو نلاحظ في المقاصد، هذه المقاصد الجمالية تقسم أيضا إلى ثلاث أنواع لو طبقناها على الخط العربي، سنجد هناك مقاصد ضرورية تقوم على مجرد الخط المناط للقراءة، وهناك مقاصد أخرى. لماذا؟ لأن الخط هو ما يقرأ، وما زاد فهو نقش. المقاصد الأخرى هي المقاصد الحاجية التي تتضمن الخط الذي يقرأ زائد النقش الذي يوضح الخط ويشرحه. وهذه طبعا مثلا علامات الإعراب، التنقيط، هذه كلها من الحاجات وليس هي من ضرورات الخط. الإعجام، التنقيط، التشكيل،
نجد في القراءات موضوع رسم علامات رسم المصحف، علامات ضبط القراءات القرآنية، علامات الوقف والابتداء، علامات المد إلى آخره. هذه من الحاجات وليس من الضروريات. أيضاً التشكيلات الفنية الملحقة بالخط مثل الظفر والهلال والترفيلة والميزان وغيرها من علامات الزينة الخطية. هناك بعد آخر، أعطينا بالله إذا سمح لي، هذه هي الحاجات المقاصد الضرورية. أن الخط لوحده مجرداً، الخط مجرداً. المقاصد الثالثة هي المقاصد التحسينية، الخطية التحسينية التي هذه حاجية، هذه هي العلامات التي هي عبارة عن حاجات وليست حاجات توضيحية، يعني كمالية، يعني ليست كمالية عفواً، حاجات توضيح الخط. لكن الحاجات التحسينية هو هذا الذي نراه من التشكيلات والتصميمات التي تجعل الخط يتحرك وهو ساكن، كما يقول أبو بكر الصولي، وتعجب صورة الخط رائيه ولو كان أعجمياً لا يعرف قراءته. الحاجات الأخرى، الحاجات الأخرى أو عفوا المقاصد الأخرى، المقاصد العمرانية، هي هذه المقاصد الخمسة التي نراها على الشاشة: التوحيد، التوحيد والتجليل والتحقيق والتزيين والتشريف. بس يعرف هذه، لاحظوا التوحيد، والتوحيد طبعا مصطلح يعني كبير ومعقد، ينبغي أن لدي كتاب كامل في موضوع نظرية الفن الإسلامي عن التوحيد في الفن. التجليل، الخط في المصحف الشريف لابد أن يكون مجللا أو جليلا. التحقيق هو إبانة الخط وتوضيحه. التزيين كما ترون، تزيين الأماكن بالأعمال الخطية، وهذه هي الحلية النبوية الشريفة التي غالبا ما استخدمها الخطاطون العثمانيون لتزيين المباني العثمانية. وأخيرا التشريف، اعتمادا على ما يقوله أبو علي القاري: شرف المكان بالمكين وسلامتكم. هذا لأن هي حجارة، عبارة عن حجارة، لولا هذه النصوص، ليست هذه النصوص التي المكتوبة على هذه الحجارة مثلا، ليس لهذه المنارة، منارة قوة الإسلام، هذه المنارة اسمها قوة الإسلام في أفغانستان، رمز من رموز قوة الإسلام، لكن لاحظوا قوة الخط، قوة النص الموجودة على هذه العمائر. وهذه أغلب العمائر كما ترونها أمامكم يعني مزينة أو مشرفة بالنص القرآني. والسلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكراً، شكراً للدكتور إدهام على هذا العرض المميز والجمالية في الربط بين الكلام وبين الصورة كأمثلة على ما قدم. وذكر تأكيداً فقط أقتبس أن الفن الإسلامي يقوم على عدة علوم، ربما قسمها إلى تأسيسية وأخرى تكوينية وثالثة تأصيلية ورابعة للتهذيب والتقييد. ونأتي إلى ختم مسك الختام، وكما يقال يعني دائما نحن متعلمين بعد الطعام والغداء دائما نختم بالحلويات ولا سيما البقلاوة، فنأتي إلى بقلاوة جلساتنا مع حبيبي وزميلي الأستاذ الدكتور فرسة مرعي إسماعيل السرحان، وهو من مواليد 1956 و65 إن شاء الله، ظننتك 65، طال الله بالعمري، في العراق في مدينة دهوك. دكتوراه في التاريخ الإسلامي، شغل العديد من الوظائف منها التدريس في جامعة صنعاء للتاريخ الإسلامي، وهو مدير مركز الدراسات الكردية في جامعة دهوك، وأستاذ التاريخ الإسلامي في جامعة زاقو. له العديد من المؤلفات وما يقارب 50 أو ما يزيد عن 50 بحث
محكم منشور، ومن كتبه الفتح الإسلامي لكردستان وكتاب الإمارات الكردية في العصر العباسي وكتاب جهاد الأيوبيين والمماليك ضد الصليبيين وتاريخ الزرادشتية وعقائدها ودور المستشرقين في إحيائها. ورقة الدكتور فرست عن أو بعنوان ظهور الإسلام في تاريخ مارديونوسيوس التلمحري، دراسة تحليلية مقارنة، رغم أنه كتبها لي لكن حررها لي لفظا، لكن لا أعرف أين ضاعت الورقة. تفضل الدكتور فرست في المكان الذي يحب، مذكرا بالوقت 20 دقيقة، وجزاهم الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. هذا البحث الطبيعي هو نموذج لدراسة تجديدية في دراسة تاريخ الإسلام عامة ودراسة عصر الرسول محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وتهدف إلى بيان تهافت مقولة المستشرقين الجدد التي اعتنت بالفتوحات الإسلامية وتأسست على مناهج غير مألوفة وغريبة حتى على الاستشراق التقليدي، وهذه تعاكس الكثير من الحقائق التي ذكرها المؤرخون السريان. أنا اعتمدت في بحثي على مؤرخين سريان باعتمادي أجيد اللغة السريانية الآرامية، طبيعي سابقاً آرامية، بس بعدين دخل المسيحيون في المسيحية سموها السريان، واسم سوريا جاء من كلمة السريان، اسم سوريا الحالي جاء من كلمة السريان. فالغربيين عندما تأتي ببحث أو مصدر سرياني يتنازل، لأن مصدر مسيحي أو حتى وثني، بس الإسلامي هاي في المشكلة. هاي المصادر السريانية لها شقين، مصادر نسطورية الآن يسمونهم في العراق وسوريا الآشوريين، هي أتباع كنيسة المشرق على منتمين للقديس نسطوريوس بطريرك القسطنطينية، الذي اعتبر أن مريم هي والدة مسيح البشر وليست والدة مسيح الإله. جميع المسيحيين في العالم يعتبرون بأن مريم هي والدة المسيح الإله، فقط الكنيسة النسطورية اعتبروا بأن المسيح هو مريم والدته البشرية، فعندما ولد من بطنها خرج من بطنها اتحد به اللاهوت فأصبح إلها. يعني كفرهم أقل كفراً من بقية المسيحيين في العالم، الكنيسة النسطورية التي الآن تسمى بالكنيسة الآشورية، ويتركزون في طبيعة عندنا في كردستان وفي شمال سوريا، نعم موجودين، وحدثت لهم مذبحة في سنة 1933 في العهد الملكي. نعم دكتور، يعني القضية آريوس ما أقدر أدخل في تفاصيل، آريوس يعني هو أول من وحد، قال المسيح يختلف الأب كان قبل الابن، يعني الفرق بين الأريوس، يعني ما تستطيع تقول أريوس يعني عقيدة صحيحة، بس العقيدة الأثناسيوسية لأسقف الإسكندرية تغلب عليها وأقرها قسطنطين في مؤتمر نيقيا الموجودة مدينة أزنيك بين اسطنبول وبين أنقرة، فأصبحت العقيدة الرسمية للكنيسة لحد الآن. نعم فالنساطرة أفضل منهم، نعم أفضل منهم. طبيعي تم اختيار كتاب البطريرك الأنطاكي السرياني. السريان المشكلة، السريان هم يعتبرون أن الله، لقد كفر الذين قالوا إن المسيح هو الله. شوف إن المسيح هو الله يقصد السريان، القرآن سبحان الله كتاب السماوي، يعني يحدد الطوائف الثلاثة، لأن يعني عندما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم كانت هناك ثلاث طوائف مسيحية، الطائفة الملكانية أتباع هرقل، والطائفة المنوفستية أصحاب الطبيعة الواحدة السريان، وأصحاب نسطوريوس نعم ثلاثة نعم. فتم اختيار البطريرك السرياني ماردين ديونوسيوس. طيب ديونوسيوس رمز لإله وثني عاش في العصر الفينيقي، فمار طبيعي كلمة مار كلمة تبجيلية للأسقف في المسيحية، القس يعتبر الأب، ما فوقه يعتبر مار، عندما يصير بطريرك يقول قداسة، قداسة البابا وقداسة البطريرك لهم درجات خاصة، مثل عندنا في اللغة العربية سعادة، المعالي، دولة الرئيس، جناب الجناب، يعني كلمات موجودة في المسيحية.
نعم فضيلة الشيخ، نعم حتى لا يزال. نعم اعتمدت على هذا المصدر لسببين: اولا مصدر سرياني يعقوبي غربي، ثانيا هذا المصدر يلقي الاضواء على بدايه الدعوه الاسلاميه ابتداء من تاريخ الرسول صلى الله عليه وسلم. المصادر السريانيه مشكلتها لا تعترف بالرسول كرسول، تعترف به فقط كانه ملك فقط. حققوا من النص. نعم نعم، المصادر السريانيه تنظر الى ان النصرانيه بشقيها النسطوري والمانوفيستي تنظر الى الاسلام، الى نبي الاسلام كديانه وثنيه، هاي النقطه، كديانه وثنيه او على اقل تقدير كهرطقه مسيحيه حسب منظار المذاهب المسيحيه المختلفه. لذلك نظروا الى نبي الاسلام كملك وليس كنبي او رسول. وهم على اي حال احفاد ابراهيم عبر اسماعيل وهاجر، شعب يؤمن بالله الواحد جاء به الى المنطقه ليعاقب الهراطقه، ليعاقب الهراطقه ويجعل المؤمنين يتوبون، اي بعباره اخرى نظر اليهم بوصفهم شعبا بهمه الهيه، ولكن قدرهم ان يتلاشوا بعد اكمال المهمه. وفي السياق نفسه نظروا الى الخلفاء الراشدين كخلفاء مباشرين للملك محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا يبدو واضحا في موعظه البطريرك ايليا الخلقدوني مع البيت المقدس صفرنيوس التي يلقاها سنة 637 ميلادية 16 هجرية بقوله: لماذا تثار الحلوب علينا؟ لماذا تثار الحروب علينا؟ لماذا تضاعف الحملات البربرية؟ لماذا يقوم السراسيين؟ السراسيين يقصد به العرب المسلمين إزاءنا. لماذا يتزايد الخراب واللصوصية؟ لماذا تسيل الدماء دون انقطاع؟ لماذا تلتهم طيور السماء الأجسام البشرية؟ لماذا يتعرض الصليب للسخرية؟ لماذا تجدف على المسيح نفسه الأفواه البربرية وهو الواهب لكل الأمور الحسنة والمانح النور لنا؟ البطريرك صفرونيوس طبيعي هو بطريرك الكنيسة الرومية اللي موجودة، كانت الآن أتباعه موجودين في الأردن وفي سوريا، أكثريتهم موجودين الآن في الأردن. هذا البطريرك الآن كيف الآن نحن المسلمين نعاني منها وما عانوه قبل 1400 سنة، نفس هذا اللي الآن يعاني منها صفرونيوس، نحن المسلمين نعاني الآن هذه الحالة. شوف النص، النص إيه؟ نعم نعم بالضبط هو، نعم نعم وهذا نعم. شوف النص، النص ابدأ لماذا تم اختيار كتاب قبله، لا قبله، ايه نعم. شوف شوف النص يقول بالأخير سنة 932 يونانية، شوف تاريخ اليوناني يسبق التاريخ الميلادي 311 سنة، 311 سنة. شوف أنا كاتب اليوناني 932، الميلادي 121، الهجري 1 قبل الهجرة. استحل النص بالسرياني مكتوب استحل، بل الصحيح احتل المسلمون فلسطين حتى الفرات، النهر الكبير يسمونها الكبير بالسرياني، فانهزم الروم وعبروا إلى جهة الفرات الشرقية فسيطر عليها المسلمون. وأول ملوكهم كان يدعى محمد الذي يعتبرونه نبيا لهم لأنه نقله من العبادة الوثنية إلى معرفة الله الواحد خالق الكون. هذا نص جدا مهم، جميل جدا، يعني كأنه نص إسلامي كأنه. شوف نص آخر يقول بعده، إيه بالضبط بخصوص موضوع بحثنا شأن ظهور الإسلام، قال: إن محمدا حكم 7 سنوات. وفي فقرة أخرى يقول: وذهب محمد بتجارة إلى بلاد فلسطين والعرب وفينيقيا، يقصد بلاد الشام، طبعاً فينيقيا الآن تطلق على لبنان فينيقيا. نعم. وفي نص آخر يقول: كان بدء دولة العرب الذي يقال لهم آل طي، جماعتك طي، شوف طيائين العرب كان يسمون طي الطياية، نبدأ النص. ثم يقول نعم 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 تطلق مثل كما تطلق مثل كلمة الشام دمشق على كل سوريا، فكلمة طي قبيلة عربية تطلق على كل العرب. نعم هذا فخر لهم. ثم يقول: ابتدأ العرب بحملات في بلاد فلسطين. ويبدو أن مترجم النص السرياني الأولي
إلى اللغة العربية الباحث الكنسي العراقي يوسف حبي، يوسف من الموصل، من الموصل اسمه فاروق، بس عندما أصبح قسًا غير نفسه إلى يوسف حبي. نعم طبيعي، قتل في الأردن في حادث سيارة. نعم نعم، لم يترجم النص بحذافيره، خاف. شوف النص شو يقول، ما قال محمد، حيث يقول النص السرياني ومحمد ذهب للتجارة في بلاد فلسطين وعربايا وفينيقيا الصورين. عربايا يعني بيث عربايا، يعني بلاد العرب. عربايا بالسرياني عربايا أو عربيو بالسرياني، طبيعي إذا الغربي يقول عربيو، إذا الشرقي يقول عربايا، يعني بلاد العرب. أما النص الآخر اللي ما ترجمه شو يقول، عندما بلغ محمد سن الرجل وقامته ابتدى انطلاقا من يثرب مدينته، يروح ويجيء، يروح في يعني اسلوب يعني سقيم ما يناسب اللغه العربيه، من اجل التجاره كي يشتري ويبيع. وبما انه الف المنطقه فقد اجتذبته ديانه الله الواحد الاحد، ثم عاد الى اهل قبيلته. بعدها النص بعد ايه هذا موجود، يصل مارديونوسيوس في حوليته لكي يسرد بدايات الفتوح الإسلامية لفلسطين. في عام 932 يونانية استولى العرب على الفرات، ذكرتها بعدين بعدها نفس الشيء، لقد ظهر من بينهم أول ملك يدعى محمداً، وهو الذي كان يدعونه نبياً، لأنه هو الذي صرفهم عن دياناتهم المتعددة إلى عبادة إله واحد خالق للكون، وسن لهم القوانين بعد أن كانوا متجهين إلى عبادة الشياطين والأصنام ولا سيما عبادة الأشجار. البعد، ولما كان قد أثبت لهم وحدانية الله وبفضل توجيهه انتصروا على الرومان، فسن لهم القوانين. الآن يقولون الإسلام مو دولة بس دين، هذا النصراني قبل ألف سنة يقول فسن لهم القوانين، نصا هذا التي تتفق مع نزعاتهم، لذا فقد أطلقوا عليه اسم النبي واسم رسول الله أيضا. كان هذا الشعب يقصد العرب مقبلاً على كل ما هو محرم وكل ما يحقق شهواتهم. طب يقصد الزواج، يعني الزواج بأربعة. نعم نعم، فكانوا يرفضون كل قانون لا يحقق لهم متعتهم، سواء كان صادراً من محمد أو من أي شخص آخر يرعى حدود الله، فكانوا يقبلون على كل ما يحقق لهم رغباتهم حتى لو كان صادراً من أشر الناس لديهم. كانوا يقولون هذا ما قد سنه النبي رسول الله، سنه يعني شوف السنة، وأيضا هذا ما كان الرب قد أمر به، لقد حكمهم محمد لمدة 7 سنوات. البعد، وفي السياق نفسه وفي مقاربة إثنية يعني عرقية واضحة، هذا في باحث سرياني معاصر يكتب، أحد باحثين السريان نقلا على المؤرخ النسطوري يوحنا فينيك برفنكايا، يمكن بالفرنسي برفنكاية الصور برفنكاي، النص موجود بينهم، العرب مسيحيون كثير، بعضهم من الهراطقة وبعضهم منا، أما النبي محمد صلى الله عليه وسلم طبيعي من عندي مو من عندهم، فيوصف غالبا بأنه أول ملوك المهك مكراي، يعني من المهاجرين، من هاجر المكه راي بالمسيح، يعني يقصد به أولاد هاجر، ولكنه يدعى بين حين والآخر بالمهدي أو بلفظ مثقل واسع من المعنى، المعلم، المهذب، المؤدب، المرشد، أو بالقائد أو بالسلطان، الحاكم الكبير. نعم، ويصل الباحث المذكور إلى نتيجة فحواها، فرد واحد من الكتبة السريان لم ينسب إلى محمد أو الخلفاء أي لقب ديني، بل عدوهم حكاما إثنيين، وفهموا فتحهم أنه اجتياح مؤقت مرسل من الله عقابا، يعني عقابا للمسيحيين الذين خرجوا عن الطور، فالله عاقبهم. هذا نص آخر في عام 937 يونانية، 625-626 ميلادية، 4-5 هجرية، غابت نجوم السماء واتجهت صوب الشمال كالسهام. كان هذا فعلا سيئا ينذر بهزيمة الرومان واستيلاء العرب على بلادهم، الأمر الذي تحقق فعلا بعد فترة وجيزة. وفي نص آخر يذكر يوحنا فينيك إلى ذكر محمد
كقائد لأبناء هاجر وليس كنبي لهم، وفاة ملك العرب وخلافة أبو بكر الصديق في عام نص 938 مات ملك العرب أي نبيه محمد فخلفه أبو بكر لمدة 5 سنوات. محمد صلى الله عليه وسلم حكم 12 سنة أكثر من المدينة، قال 7 سنوات، أبو بكر حكم 2.5 سنين قال 5، يعني في خطأ. حتى لا أطول عليكم باقي، نعم الخاتمة. رغم أن المؤرخين السريان لم يقصدوا أن يدونوا تاريخ الإسلام المبكر، فما كتبوه حيوي لإلقاء مزيد من الضوء على حقبة مفعمة بالأحداث مثيرة للجدال. فمن خلال الروايات التي طرحها البطريرك السرياني مار ديونوسيوس التلمحري، طبيعي التلمحر منطقة في تلمناخل ما بين الرقة وطول دير الزور في سوريا في شمال سوريا، ومقارنتها بغيرها من الروايات السريانية، يظهر أن هناك أدلة تاريخية ثابتة على البداية الحقيقية لظهور الإسلام تطابق إلى حد كبير مع المدونات الإسلامية، طبيعي الروايات التاريخ الإسلامية سواء، نعم، وعلى بيان اسم محمد صلى الله عليه وسلم ليس كنبي أو بل كالقائد الساراسيين أو الإسماعيليين المهركاية الهاجريون، وبيان أسماء خلفائه وأمرائه. طبعا النص موجود في البحث، أسماء الخلفاء كلهم، نعم، عمر بن الخطاب، عثمان بن عفان، علي بن أبي طالب رضي الله عنهم. وهذا بحد ذاته دراسة تجديدية في دراسة تاريخ الإسلام المبكر، ورد على المستشرقين الجدد ومن سار على نهجهم في الادعاء بأن بداية ظهور الإسلام وتبلوره كان في عهد الخليفة الأموي الخامس عبد الملك بن مروان، وأن الحوليات الإسلامية لم تبرز إلى الوجود قبل وآخر القرن الثامن الميلادي الثاني الهجري. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وشكرا لإصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا لفضيلة الدكتور فرست على هذا العرض والالتزام بالوقت، جزاه الله كل خير. و يعني للمداخلات سألتزم بحسب الوقت بما يصلني من أوراق بحسب التسلسل وبحسب ما يتاح لنا الوقت، لكن أقول قبل أن أتيح الوقت للمداخلات بأنه مما تميز به هذا المؤتمر، مؤتمرنا هذا، جملة من الأمور ومن أهمها هو التنوع هذه المشاركات في عدد من المحاور، عدد من العلوم، الفقه، التفسير، ثل الحديث والفقه والأصول، وختاماً التاريخ والحضارة التي هي تجمع هذا كله. كذلك كان من التميز هذا التنوع أيضاً من بلاد شتى، فمن المشرق ومن المغرب وعدد من الدول القطرية التي فرضتها أسماءها علينا أو فرضتها علينا ساكس بيكو كما أشار في مداخلة سابقة الأستاذ أبو العيجة. وكذلك التنوع، يعني عذرا نقول قوميا ايضا، فهنالك الاكراد وهنالك الاتراك وهنالك العرب، فهذا التنوع، وطبعا وكلنا والامازيغ وكلنا مسلمون، وبهذه الصفه نتميز ونفتخر على بقيه المسميات الجزئيه والهويات الثانويه. لا أطيل كثيرا، أترك المجال للمداخلات راجيا الالتزام أيضا بالوقت حتى نختم هذه الجلسات ونرفع أعمال المؤتمر. التعقيب الأول راجيا الالتزام بدقيقتين للأستاذ الدكتور عماد عبد يحيى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه، أما بعد، فجزى الله خيراً القائمين على هذا المؤتمر، وجزى الله خيراً الباحثين جميعاً على ما قدموه من ورقات عمل. التعقيب الذي لدي عام. أولاً، لا يختلف اثنان على أن الأمة اليوم تعيش في حالة تراجع حضاري، وأشار الباحثون جميعاً إلى تشخيص حركات التجديد
في العلوم الإسلامية المختلفة. وهذه العلوم التي تناولتها البحوث في جلها كانت دائرة في المؤسسات العلمية ولا سيما الجامعات. لو نظرنا إلى الكم الذي أنجز من البحوث والدراسات في الجامعات على اتساع العالم الإسلامي، ومنها ما هو يدخل تحت دائرة التجديد كما ذكر الباحثون، أقول أين هذه البحوث من حركة النهوض الحضاري الذي نصبو إليه جميعاً، في حين إن حركات التجديد والبحوث التي كانت عبر تاريخنا الإسلامي كانت فاعلة في النهوض الحضاري وفي النمو الحضاري. ما السبب في ذلك؟ على حد اعتقادي إن المنتج العلمي والفكري في الحضارة الإسلامية كان متبنى، بمعنى أنه كانت جهة نافذة تتبنى هذه الأفكار وهذه العلوم وتنزلها على الواقع وتدعمها، مما أدى إلى حالة النهوض الحضاري. أما في حياتنا المعاصرة فهناك فصام نكد بين المنجز العلمي سواء كان في دائرة التقليد أو في دائرة التجديد، وبين الجهة التي كان يمكن أن تتبنى هذا فتحدث نقلة حضارية. لو تسمح لي، المسألة الثانية وأشار إليها عدد من الباحثين هو الفصل بين العلوم الإنسانية والعلوم التطبيقية، أو كما أسماها أستاذنا الدكتور عماد الدين خليل أن الأمة تخلت عن العلوم التي تمسك بالكتلة. ويشير إلى هذا المنهج القرآني في توجيه الإنسان في البحث، وأشار إلى هذه المسألة باحثان جليلان في هذه في هذا المؤتمر وأكدا عليه تأكيدا واضحا. السلام عليكم. مداخلتي بخصوص بحث الدكتور إدهام حنش فقط ملاحظة، عندما ذكر الضروريات والحاجيات والتحسينيات وقال بأن هناك بعض الباحثين زادوا على هذه المقاصد وذكر زيادة الحرية عند الشيخ ابن عاشور، وأيضا قال المقاصد هي التوحيد والتزكية والعمران أو الضروريات والحاجيات والتحسينيات. فقط إعادة ترتيب المتفق عليه عند أهل الأصول وعند العلوم الشرعية جميعا هي الضروريات والحاجيات والتحسينيات. التوحيد والتزكية والعمران هي محاولة جميلة ورائدة ورائعة من الدكتور طه جابر العلواني رحمه الله، وكذلك الزيادات زادوا الضروريات إلى 7-8 أحدهم وصل إلى 13 ضرورة. هذه كلها من قبيل الاجتهادات لإلقاء الضوء على بعض الجوانب المعاصرة، وإلا جميع ما ذكر متضمن في الثلاث المتقدمة في الضروريات والحاجيات والتحسينات. على سبيل المثال مقصد الحرية عند الشيخ ابن عاشور يدخل ضمن مقصد حفظ النفس، فالنفس تحفظ حسًا ومعنى، فمن ضمن المعاني أن تكون النفس حرة. ولكن راعوا أنهم في عصرهم موضوع الحرية غير مطروق، غير متحدث عنه، مهمل مغفل فيركزون. فإذا هي تنبيه على أنه زيادة المقاصد هي زيادة بحث وتوضيح وشرح وليست إعادة نظر. ولكن المشكلة التي تعاني منها يا دكتور ونعاني منها جميعا هي عدم القدرة على استخراج المعاني الجمالية من التراث الإسلامي، لأنها تحتاج خبرة بالعلوم الشرعية وخبرة بالعلوم الجمالية. بارك الله فيك. شكرا جزيلا دكتور، بارك الله فيكم. أقول في ختام هذه الجلسة من باب الطرفة أنه شهدنا في هذا المؤتمر نوعا من التجديد في مواكبة وسائل الاتصال والحداثة والتكنولوجيا. لسنا أول من فعل ذلك، لكنه على الأقل واكبنا هذا التجديد باعتمادنا بين الحضور للباحثين والتسجيل المرئي واعتماد التكنولوجيا.
أساتذة الأفاضل، اعتاد رؤساء الجلسات السابقة أن يشكروا هيئة علماء المسلمين والقسم العلمي لتنظيم هذا المؤتمر، لكن لأني من القسم العلمي من هيئة علماء المسلمين وجزء من اللجنة العلمية، فأنا أشكر جميع الباحثين وأشكر جميع الحاضرين ومن حضر اليوم أو حضر أمس وجميع الجلسات، وأشكر من قدم مداخلات وصبر علينا، فشكرا للجميع على هذا الحضور. أسأل الله تعالى أن يجعل حضورنا هذا وما قدمنا فيه وما سمعنا فيه جزءا من ميزان حسناتنا يوم القيامة، ويكون جزءا من واجبنا في أدائنا الحضاري الذي نكون ربما نسهم بشيء منه ولو بالقليل تأسيسا للقادم، وهو قادم بإذن الله سبحانه وتعالى. في ختام هذه الجلسة أدعو فضيلة الدكتور ثامر البراك لعضو الأمانة العامة لتكريم الأساتذة الباحثين في هذه الجلسة بدروع المؤتمر، فليتفضل وليتفضلوا. أدعو أولا الدكتور من اليسار، دكتور إدهام. دكتور إدهام، والله آسف، والله يلا خلاص بعد هذا أنت، والله المفروض بتعقيب، لا لا صح، لأنه في سؤال دكتور فرست. طبعا انا نسيت، فاتني فقره اللي هي اعطي للباحثين التعقيب بعد الدروع. ندخل بالبرنامج بالجدول. دكتور عماد الدين خليل يتسلم الدرع عنه نيابة عن عفوا الأستاذ معاذ الذي تفضل بقراءة بحثه. شكرا جزيلا، بهذا نرفع هذه الجلسة ومباشرة إلى الجلسة الختامية. أدعو الدكتور فضيلة الشيخ الدكتور عمر مكي رئيس اللجنة العلمية وفضيلة الشيخ الدكتور يحيى الطائي رئيس اللجنة التحضيرية لقراءة التوصيات واختتام أعمال المؤتمر، فجزاكم الله خيرا، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهم ما خرج به هذا المؤتمر بتوصياته الآتية: أولا، أوجه التجديد العامة. واحد، مصطلح التجديد له أصل في اللغة العربية وفي الشرع، وينبغي أن لا يكون محل اعتراض ما دام أن ديننا قد مدحه. الثاني، من أهم ضوابط التجديد معرفة الثوابت والتفريق بينها وبين المتغيرات. الثالث، التفرقة بين الدراسات التجديدية الجادة وغير الجادة، وبيان زيف دعاوى كثير من الدعوات التجديدية غير المنضبطة. ثانياً، من أوجه التجديد في التفسير وعلوم القرآن وعلوم اللغة العربية: أولاً، الاستفادة من منهج الدراسة اللغوية والسياقية للآيات القرآنية الكريمة لإبراز وجوه الدعوة الإسلامية وكمال التشريع. الثاني، العناية بالبحث في مجال المصاحف المخطوطة لما لها من أهمية كبيرة في تأكيد وثاقة النص القرآني، ولا سيما علم الرسم وعلم الضبط وعلم العدد والتجزئة والتحزيب وعلم الوقف والابتداء وعلم القراءات. ثالث، إن ما يسمى تجاوزاً علوم الآلة اللغة العربية هي من صميم الدراسات الشرعية، فهي الوسيلة لفهم النص
واستنباط الحكم، فكيف نطلب اجتهادا ممن يفتقد أهم أدواته وهي اللغة العربية؟ ثالثا، من أوجه التجديد في علم الحديث، أولا العناية والتأكيد على ضوابط التجديد في فهم السنة النبوية المشرفة، الثاني فهم السنة النبوية وفق القواعد الأصولية التي أخذ بها العلماء على امتداد العصور للرد على مزاعم التجديد المنفلت والفوضوي الذي يسعى لتسوية السنة النبوية باجتهادات البشر وجعلها تراثاً غير ملزم. الثالث، فضح وكشف آليات البحث الغربي ومناهج تفكيره لعدم موضوعيتها ولأنها ثمرة خلفيات عقائدية غير صالحة وليست محايدة. الرابع، رصد الدراسات والكتب التي تناولت التجديد الفوضوي في الدراسات الحديثية بغية الرد عليها والتحذير منها. رابعاً، من أوجه التجديد في علم الفقه، واحد حاجة التراث الفقهي إلى توسعة عملية تبويب الموضوعات والمسائل وتذليل الصعوبات التي يواجهها الدارسون في كتب التراث. ثانياً، التركيز على منهج درس المبادئ والكليات والنظريات العامة في الفقه الإسلامي وضرورة وضعه في دائرة الأولويات وتقديمه قبل دراسة الجزئيات لغرض فهم الجزء في ضوء الكل، لأن الشريعة نسيج محكم متكامل ومتناغم لا تتنافر جزئياته مع كلياته. ثالثاً، ربط الأحكام بعللها ومقتضياتها وغاياتها ومآلاتها عند التطبيق في عصر الاجتهاد الفقهي وتدوين المسائل، ووضع ذلك في الاعتبار في عصرنا بحكم تغير قسم من الأحكام بسبب تغير المآلات والغايات في عصرنا. الرابع، إعادة البحث والنظر في بعض الأحكام الصادر عن أئمة الفقه وفق قواعد أصولية لعدم وصول نص حديثي فيها أو وصوله بسند ضعيف، فكلهم يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي، وقد تم بفضل الله تعالى جمع السنة النبوية وفتاوى الصحابة وأقضيتهم وتم بيان درجتها من الصحة. خامساً، بحث أسباب التراجع الملحوظ عن ممارسة الاجتهاد الجماعي والاتجاه نحو الإفتاء الفردي الذي أحدث مشاكل كثيرة وضبط قواعد الفتوى لدى المؤسسات المختلفة. سادساً، تركيز البحث الفقهي على المستجدات والنوازل الحادثة والعناية أكثر بتقنين الفقه الإسلامي وكيفية التعامل مع التقنيات المتجددة في وسائل الاتصال. سابعاً، التوسع في تدريس الفقه المقارن لأن به تتسع المدارك وبه يتدرب المرء على قبول الرأي الآخر والموازنة والترجيح. ثامناً، التركيز على دراسة القواعد الأصولية والقواعد الفقهية والنظريات الفقهية ومقاصد التشريع والسياسة الشرعية ومآلات الأحكام. خامساً، من أوجه التجديد في علم أصول الفقه، واحد تحرير محل التجديد، تحرير محل التجديد في أصول الفقه، وهو التجديد في طريقة عرض هذا العلم كالنظر في طرق التيسير والتفصيل والتطبيق حتى يوافق كل عصر تحقيقا للهدف من وضعه. ثانيا، تطوير طرائق تعليم أصول الفقه وتيسيرها نحو ما يحقق استفادة الطلاب منه على هيئة قواعد مع مزج القواعد بالفروع الفقهية أو استخدام الوسائل الحديثة في عرض المادة العلمية أو رفضه بأمثلة حديثة. ثالثاً، إعادة الربط بين علمي أصول الفقه وأصول القانون بحسبانهما صورتين لموضوع واحد وهو معرفة طرائق الاستدلال والاجتهاد والاستنباط. سادساً، من أوجه التجديد في السياسة الشرعية، واحد حصر المسائل الفقهية النادرة في المحاكم الشرعية المعاصرة وإعادة مدارستها بين قضاة المحاكم والمجامع والهيئات الفقهية. ثانياً، تحرير المسائل التي أحالها السابقون إلى أهل الحل والعقد مما استجد من مسائل معاصرة. ثالثاً، إعادة دراسة قضايا العلاقات الدولية في ضوء المصالح الاقتصادية والسياسية بين الدول وفق الضوابط الشرعية. رابعاً، بحث الموضوعات المعاصرة ذات الأهمية نحو حكم الأقليات المسلمة في الدول غير المسلمة التي يتعرضون فيها للأذى. سابعاً، من أوجه التجديد في دراسات العقائد والأديان والفرق، واحد التصدي للبدع المعاصرة في العقيدة ومنها بدعة الدين الإبراهيمي
لمصادمتها الثوابت الشرعية وتوظيفها للمصالح السياسية والتطبيعية. ثامناً، من أوجه التجديد في الدراسات الفلسفية والمنطقية، نقد الفكر الفلسفي غير المنضبط المتعلق بقضايا التجديد. ثانياً، مراعاة مستويات الخطاب القرآني ولا سيما المعاني العميقة المعبرة عن الاستراتيجية القرآنية التي تمكن من النجاح في الاستخلاف والاستعمار في الأرض. ثالثاً، تغليب العمل الجماعي على العمل الفردي المتعلق بالتربية والسعي للحد من توظيف الرأي الفردي في الخلافات. تاسعاً، من أوجه التجديد في الدراسات التاريخية والحضارية، أولاً الربط بين الفقه المقاصدي المنضبط بأصوله العقدية والتشريعية وبين الفقه الحضاري استجابة للتحديات التي تجابه الأمة الإسلامية. ثانياً، مراعاة القيم المنهجية التي أرستها نصوص الوحي من الكتاب والسنة، واعتماد آليات العمل التي تهيئ المناخ الملائم للفعل الحضاري، ومنها المعرفة والتحذير من هدر الطاقات ومبدأي الاستخلاف والتسخير والتناغم مع الطبيعة والعالم والكون، وتحرير الإنسان والجماعات والشعوب. ثالثاً، العناية بالدراسات الحديثة في دراسة التاريخ الإسلامي لبيان تهافت مقولات الاستشراق الجديد التي تضاد وتعاكس الكثير من الحقائق والأدلة التاريخية الدالة على البداية الحقيقية لظهور الإسلام، والتي تتطابق إلى حد كبير مع المدونات الإسلامية والمدونات السريانية القديمة وكتابة المدرسة الاستشراقية التقليدية. رابعاً، إظهار جوانب العلاقة بين فلسفة الفنون الإسلامية ومقاصد الشريعة الضروريات والحاجيات والتحسينيات بوصفها قاعدة من قواعد التأصيل المعرفي لبنية الفن. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. أساتذة الأفاضل، السادة الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في ختام مؤتمرنا العلمي الرابع والذي عقد تحت عنوان التجديد في الدراسات الإسلامية مفهومه ومقاصده وضابطه وتطبيقاته في اسطنبول للمدة من 25 إلى 26 حزيران، حيث قدم الباحثون 18 بحثاً علمياً انتظمت في 5 محاور، وعلى مدار اليومين قدم الباحثون خلالها جهداً علمياً متميزاً في تغطية تلك المحاور. وفي هذه المناسبة لا يسعنا في اللجنة التحضيرية إلا أن نتقدم بوافر الشكر والامتنان لجميع من شارك وحضر وأسهم في إثراء البحوث بمداخلاتهم، ونسأل الله تعالى أن يجعل ما قدموه في ميزان حسناتهم. والشكر موصول إلى إخواني أعضاء الأمانة العامة لهيئة علماء المسلمين في العراق ولأمينها العام وللقسم العلمي واللجنة التحضيرية للمؤتمر على ما بذلوه من جهود مشكورة أسهمت في إنجاح المؤتمر وإخراجه في هذا الشكل الذي يبعث على السرور والبهجة. والشكر أيضاً لتركيا حكومة وشعباً على إتاحة الفرصة لإقامة هذا المؤتمر، سائلين الله تعالى أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه. ونلتقيكم في المؤتمر العلمي الخامس في العام المقبل إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.